بين معتبر أن عموم المغاربة أفرادا ومقاولات لا يدفعون الضرائب إلا اضطرارا ويحاولون التملص منها قدر المتاح، ومنتقد لسياسة ضريبية بعيدة كل البعد عن ضمان عدالة جبائية، متفهم لسوء العلاقة بين المواطن والضريبة بسبب ضعف الخدمات حتى الأساسية منها. تختلف المواقف حسب المواقع، ونبادر نحن لإخراج الحوار من أزمته. أهلا بكم. وصلتم أوقاتا مشاهدينا أينما كنتم لإخراج الحوار من أزمته في موضوع العلاقة بين المغاربة والضريبة. يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو كلا من الدكتور فوزي بوخريس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. مساء الخير دكتور. مساء الخير، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. الترحيب موصول بالدكتورة رقية أشمال، عضو الكتابة العامة لمنتدى المواطنة. مساء الخير دكتورة. مساء النور على إيمان، سعيدة باستضافتك. أنا سعيدة. رحب كذلك بالدكتورة محمد زناتي، الأستاذ الباحث في العلوم الاقتصادية. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا بك. نباشر حوارنا الجريء والمسؤول مشاهدينا في موضوع العلاقة بين الضريبة، بين المغاربة والضريبة، لكن بعد متابعة شاشة تفاعلية في الموضوع أعدها أنور الكحل. أهلا بكم. كثر الحديث في الأيام القليلة الماضية عن تطبيق نظام الفوترة على التجار المهنيين وعن الإجراءات المدرجة في المادة 45 من المدونة العامة للضرائب، وبعدما كان النقاش محصورا على ثلة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين، صارت أوساط واسعة من المواطنين تتساءل عن طبيعة النظام الضريبي بالمغرب. يدفع الضرائب بالمغرب جميع المواطنين على اختلاف وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأجانب، وينقسم النظام الجبائي بشكل عام إلى مكونين اثنين: نظام جبائي وطني أو واجبات الدولة، ونظام جبائي محلي يتكون من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية أي الجهات والعمالات والأقاليم. النظام الجبائي الوطني يتكون أساسا من الضريبة على القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة مفروضة في الغالب على عملية الاستهلاك، ثم الضريبة على الشركات يوديها الأشخاص الاعتباريون وهم الشركة في أغلب الأحيان، ثم الضريبة على الدخل وهي ضريبة مفروضة على مداخل الأشخاص الطبيعيين في غالب الحالات، وهناك الضريبة الداخلية على الاستهلاك وهي ضريبة تفرض أيضا على عملية استهلاك بعض المنتجات الخاصة إلى جانب رسوم التسجيل والتنبر. أما النظام الجبائي المحلي فيتكون من العديد من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ومن أهمها الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على عملية البناء والرسم على عملية تجزئة الأراضي، فضلا عن أنواع أخرى من الرسوم المفروضة على رخص السياقة والرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني والرسم على رخص الصيد والرسم على استغلال المناجم والرسم على الخدمة المقدمة بالموانئ بالنسبة للجهات. يتم الاحتيال على الأداء الضريبي من قبل البعض، ويسمى ذلك الغش الضريبي على نطاق واسع، ويحرم خزينة الدولة من مليارات الدراهم سنويا. الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن 80% من الضريبة على الشركات يتم أداؤها من طرف 2% فقط من الشركات، وأن ثلثي الشركات تصرح بعجز دائم، مما يؤكد على أن هناك أوعية جبائية هامة لا يتم إخضاعها للضريبة، إضافة إلى أشكال القطاع الغير المهيكل. وتشكل المداخل المحصلة من الأجور العمود الفقري لمحاصيل الجبايات، حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة خلال السنوات الأخيرة إلى أن 73% من الضريبة على الدخل تتأتى من اقتطاعات الأجور، مما يعني أن باقي أنواع الدخول المفروضة عليها هذه الضريبة لا تساهم إلا بالربع ضمن مجموع المداخيل، في الوقت الذي يساهم فيه الأجراء لوحدهم بثلاثة أرباع هذه الضريبة تقريبا. ليبقى السؤال مطروحا حول طبيعة ونوعية منظومة الجبايات بالمغرب ومدى توازنها وعدالة توزيعها. حياكم الله. أبدأ النقاش معك دكتور فوزي بوخريس. وقع لفظ الضريبة على المغربي والمغربية، كيف يتمثل المغاربة أفرادا ومقاولات
الضريبة، حتى أن الاشتقاق اللغوي ربما لا يحيي بشيء إيجابي وإنما يحيل على شيء سلبي. ضريبة والاشتقاق اللغوي طبعا ضربة أو ضربة. صح، هو فعلا علاقة المغاربة بالضريبة يعني تاريخيا لم تكن علاقة يعني طبيعية وعلاقة يعني سوية سوية. نعم، بحيث أن قبل يعني المغرب الحديث كان تحصيل الضرائب يتم يعني في أغلب الحالات بالعنف وبالقوة، حيث كان يضطر المخزن للتحرك للقبائل من أجل يعني تحصيل هذه الضرائب، وأن جزء كبير من القبائل يعني تمردت على المخزن بسبب الضريبة، حتى أن ما يسمى بمغرب السيبة يعني أساس التمرد وأساس يعني الخروج من رقابة الدولة والمخزن صح التعبير، هو هذا عدم إمكانية يعني أداء ما بذمة هذه القبائل والجماعات من ضرائب. واليوم ايضا في ظل المغرب الحديث ايضا ما تزال العلاقه يعني غير طبيعيه، ويعني فيها مشاكل، ويعني ان الضريبه كمفهوم يحمل دلالات سلبيه، بحيث ان علاقه المغربي او تمثل المغربي للضريبه يعني تمثل في الغالب وتمثل سلبي، تمثل يعني مبني على الحذر، على الخوف، على التوجس، يعني بحيث ان في المغرب ما زلنا بعيدين عن الضريبة بمعنى الواجب الذي يعبر عن علاقة المواطنة والذي يعكس التعاقد الاجتماعي بين المواطنين وبين الدولة، بعيدين عن الضريبة كمساهمة يعني ينتظر منها المساهمة في الارتقاء بالخدمات وبالسياسات العمومية داخل، وبعيدين حتى عن مفهوم ما يسمى بالضريبة ليشانج تبادل، التي يعني من خلالها يطمح مثلا المواطن الى خدمات مقابل ما يقدمه من ضرائب. نعم. دكتور زناتي، لماذا يتعين على دافع الضرائب ان يدفع الضرائب؟ اليوم نريد ان نشرك يعني الجمهور العريض، نريده ان يتمثل بشكل صحيح وبشكل يعني واضح لا لبس فيه، العلاقه التعاقديه بين دافع الضرائب وبين الدوله التي ندفع لها الضرائب، وما الذي نجنيه في مقابل دفع هذه الضرائب. هناك مثل انجليزي يقول الإنسان لا يهرب من اثنين، الضرائب والموت. وبالتالي المواطن كيفما كان وضعه ينظر إلى الضريبة كما أشرتم في تقريركم إلى أنها عبء يتم تحصيلها بشكل إجباري ليس تطوعي. إذا كانت شركة هي جزء أو نسبة من الأرباح تقتطع لصالح الخزينة، إذا كان أجير أو مهني هي تضريب للعمالة، وإذا كان مستهلك هو تضريب للقوة الشرائية، وبالتالي كيف ينظر لها كأنها عبء، والنظام الذي يتم بموجبه تحصيل هذه الضرائب فيه الكثير من الاختلالات. بمعنى هل هناك عدالة؟ هل نحن متساوون أمام الضريبة؟ خذ ضريبة الاستهلاك مثلا، ضريبة على القيمة المضافة، كيفما كان إمكانياتك كيفما كانت قدراتك نشتري نفس السلعة بنفس السعر. إذن العبء الضريبي مقابل الإمكانيات، نحن نساهم بقدر إمكاناتنا، كلما كان النظام يقترب بأن المساهمة وفق الإمكانيات نتكلم عن نظام ضريبي عادل. نتكلم عن الجانب الآخر، هذه الأموال تذهب إلى الخزينة العامة للدولة، إيرادات الدولة في 2018 كانت في حدود 240 مليار درهم، أي 25 مليار دولار. هذه الإيرادات هي نفقات الدولة على التعليم، على الصحة، على البنية الأساسية، الحد من الاختلالات المجالية، جميع نفقات الدولة، بناء المستشفيات، توظيف الأطباء. إذن المواطن في العدالة له تمثلات، وفي الكفاءة كذلك له هناك من عوائد يجنيها، تعليم جيد، صحة جيدة، بنية تحتية مناسبة. إذن هناك ضريبة هي كما أشرتم عبء، هناك خلل يبدو في هذا التعاقد. يعني المواطن قد نتفهم هذا الموقف اللي فيه جانب يعني من الحذر ومن تمثل الأشياء على أنها عبء، لأن من جهة
السياسة الضريبية لم تضمن لنا عدالة جبائية، ومن جهة ثانية الخدمات التي المفروض أن يستفيد منها هذا المواطن ما هيش في المستوى المطلوب. وبالتالي هذا يعني موقف متفهم بالنسبة لك بطبيعة الحال، ويجب الاشتغال على السياسة الضريبية. كل قانون مالية يأتي بإجراءات ضريبية، نتكلم عن السياسة الضريبية. هل السياسة الضريبية في خدمة الاقتصاد الوطني، في خدمة التصنيع، في خدمة هناك ضرائب تصرف للمستقبل؟ نحن نبني سياسة صناعية في حدود أن 2025 أن العوائد تكون في المستقبل، وهناك نفقات تقوم بها الدولة الآن للحد من الاختلالات الاجتماعية. للنفقات سنعود لمساءلة هذا الركنين الأساسيين طبعا اللي طرحتهم دكتور. سأواصل مع الدكتورة وقية أشمل. الدكتور فوزي بخري تحدث عن المواطنة الضريبية. المواطنة الضريبية في البلدان المتقدمة المواطن يفتخر بأدائه الضريبة، ويعتبر المتملص والغشاش على مستوى الضرائب هو سارق للمال العام، يجب معاقبته. معاقبته، في حين أن سياقنا المغربي هناك يعني افتخار بالقدرة على التملص وبالقدرة على المراوغة من أجل دفع ضرائب أقل. فين كاين المشكل؟ أعتقد أن المشكل هو مشكل بنيوي، وكما شرح الأستاذ فوزي بأنه تاريخي، هو كيعكس لنا علاقة المواطن بمؤسسات الدولة عموما، العلاقة المشوبة بالحذر، لأن المسألة تأتي كعقاب وكجزية وكيعني كإجبار، بمعنى أن المسألة ما فيهاش وضع اختيار لدى المواطن، لأن كنجبروا نوع من التحصيل الضريبي كيوقع عبر آليتين، يا إما آلية الثقة في المواطن وكنخلي هو اللي كيمشي يصرح بشنو عنده بالدخل ديالو، أو أننا كنجبروا، وهذا ما يشكل واحد الثقل أساسي عند لدى الأجراء ولدى العمال. فحينما يشعر المواطن بأنه غير مستثني أو أنه فئة عليه الثقل بالمقارنة مع باقي فئات المجتمع، فهو أيضا يعني كيحاول أنه يسعى يتملص من هذا الأداء الضريبي، بمعنى أنه حينما لا تكون مساواة في العدالة الضريبية أنذاك يمكن أن تترتب عنه نتائج معينة. أيضا حينما لا يتم هذا العدالة الضريبية ما كتنعكسش على مستوى العدالة الاجتماعية، بمعنى أنها ما كيشوفهاش في السياسات المحلية ولا تلمس على مستوى السياسات العمومية من تعليم ومن تطبيب ومن تشغيل، فهو أيضا لما ما كيجبرش هذا الأثر المباشر المقابل الأثر المباشر بشكل يومي، أكيد يعني هذاك التمثل يترسخ. ثم أيضا أن هنالك مسألة علاقة المواطن بالضريبة في مؤسسات الدولة، هي مسألة ليست مرتبطة، ما خصهاش تكون عمودية، بمعنى أنها خصها تخضع لواحد الآليات أفقية مع باقي فئات المجتمع. هل اليوم يمكن أن ندرس الضريبة كواجب في لدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بمعنى من يحفز باقي كباقي يعني بنيات المجتمع يحفز على أداء الضريبة حتى تعتبر الضريبة أو الجباية هي جباية مواطنة، كما يحدث في ألمانيا مثلا وغيرها من الدول، كما شرحتي بأنها ماشي غير كيفتخروا كيفرحوا أنهم يؤديوا بعض النفقات للدولة، لأنهم كيشعرون بأن الدولة أيضا يعني تلك الدولة التي تمنحهم واجبات وتمنحهم امتيازات معينة. وهنا السؤال يطرح، شنو هي الامتيازات؟ يعني كيف واش كتساهم باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية في أنها كتبرز وما يبقاش النقاش حول الضريبة أو حول الإصلاح الضريبة نقاش لحظي كنتجوه انطلاقا من احتجاجات او تقانات خلاصات هذا الحوار معينه، بمعنى اننا نحن في حاجه الى هذه الثقافه المواطنه على استخلاص الضريبه، تيخصو يكون واحد النفس اللي هو دائم ومتواصل حول كيفيه علاقتنا، كيفاش يمكن لنا يعني تكون عندنا واحد العلاقه ديال جاذبه نحو الضريبه. في نفس الوقت يعني هذه المساله ما يمكن لها تتحقق الا اذا وصلنا يعني قمنا بالاصلاح الضريبي المطلوب، إصلاح النظام الضريبي نحو جباية مواطنة، وفعلا يعني حاولنا ما أمكن أننا نوضع حد لعدد من اختلالات والتجاوزات. أنا واحد الرقم طبعا جاء في الشاشة التفاعلية ويعني وصادفته وهالني هذا الرقم، متصل بأن 80% ديال الضرائب على الشركات كتأديها فقط 2% من الشركات، في حين أن ثلثي الشركات دائما تصرح بالعجز. وفي نفس الوقت كاين طبعا الشركات حديثه النشأة وكاين عدد من الاساليب التي تجعل الشركات لا تؤدي الضرائب، هذا يحرم ميزانيه الدوله من مداخيل يعني قياسيه، يعني مليارات الدراهم تضيع سنويا. نعم بكل تاكيد، يعني ان هذه العلاقه المختله بين دافع الضرائب وبين الدوله بطبيعه الحال غالبا ما
يعني تتجلى في اختلالات على مستوى السلوك المواطنين، لأن هذا يبين بأن غياب هذا الحس المدني الضريبي لدى الجزء كبير جدا من المغاربة يتمظهر أساسا في هذا أن هناك أنشطة وهناك ممارسات وهناك يعني مقاولات وخواص أيضا يعني يتهربون من الضرائب، يمارسون الغش الضريبي أو يمارسون أنشطتهم خارج نطاق الاقتصاد المنظم، نعم، والمهيكل. وهذا هو الذي يؤدي في الأخير إلى أن فقط يعني 2% فقط من الشركات تؤدي 80% من الضريبة على الشركات، وأيضا 73% من الأجراء يؤدون غالبية يعني ضريبة على الدخل. وبالتالي فهذا يعني أن قطاع كبير من التجار، من المهنيين الأحرار، من وسطاء إلى غير ذلك لا يؤدون ضريبة الدخل. كما أن فقط يعني الشركات التي يعني تشتغل وفق قواعد المنظمة الاقتصاد الحديث، يعني وفق النظام يعني المنظم، هي فقط التي يعني تتقل بالضرائب، بينما العديد من الوحدات الإنتاجية ومن الشركات التي فهي لا تصرح أو تصرح بتصريحات يعني حسابات سلبية، وبالتالي يعني تفوت على ميزانية الدولة عدد كبير من يعني الأموال. ولكن أعتقد أن المسألة ينبغي أن ننظر إليها من زاوية أخرى، على اعتبار أن لا ينبغي أن نحمل فقط دافع الضرائب، هناك مشكل أيضا في العلاقة مع الإدارة نفسها. فالإدارة يعني لم تبذل مجهودا كبيرا على مستوى تبسيط وتوضيح ويعني تخفيف ووضع توازن يعني المكونات النظام الضريبي، وتعريب الوثائق باللغة، وخاصة أن الإجراءات الآن، الإجراءات التي تعتمد على مستوى القياس وحساب الضريبة إلى غير ذلك، هي أشياء الآن معقدة جدا بالنسبة للمواطن. وبالتالي فذلك التعاقد الاجتماعي الذي تحدثنا عنه لا يتحقق إلا إذا اعتبر المواطن ودافع الضرائب بأن أداء الضريبة هو واجب بالنسبة إليه، ولكن في مقابل حقوق. وحتى قبل الحديث عن الحقوق مثلا ديال التي تحدثنا عنها، مثلا ديال الخدمات إلى غير ذلك، هناك حق أول أساسي هو نص عليه يعني الإعلان حقوق الإنسان والمواطن منذ يعني بالنسبة للدول الأوروبية منذ 1789. هو حق المواطن في أن يساهم بشكل مباشر أو عبر ممثليه في تحديد الضريبة، في تحديد الضريبة وتحديد كيفية قياسها وتتبع هذه المساهمة الضريبية كيف يتم صرفها إلى غير ذلك. بمعنى أن اليوم لابد من الانفتاح على ممثلي المواطنين على مستوى البرلمان، يعني بتفعيل لجان الرقابة ومن تفعيل أداء البرلمانيين، لأن اليوم يعني في إطار الحديث عن العدالة الضريبية، اليوم هناك دسترة لهذه العدالة الضريبية من خلال الفصل 39 و40، ونص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، خصوصا تجاه يعني المساهمة في نفقة الدولة. ولكن نص أيضا يعني في الفصل 79 على أن البرلمانيين لهم دور كبير جدا في إخراج الضريبة وفي جعلها أكثر عدالة وأكثر شفافية وأكثر حكامة. وأعتقد أن هذه الأدوار يعني ضروري أيضا. سأواصل معك دكتور زناتي، عندك إضافة؟ أنا فقط بغيت طبعا بغيت نضيف جانب آخر. إلا كنا اعتبرنا في هذا البلاتو بأن التملص هو أحد العناوين الكبرى لعلاقة المواطن المغربي بالضريبة، فهناك يعني فئة الأجراء وفئة الموظفين لا يمكن أن تتملص لأنها تؤدي الضريبة على الدخل من خلال الاقتطاع من المنبع، والقيمة تصل إلى 38%، يعني وهي فئة تعتبر نفسها، أضع الجملة بين قوسين، مغبونة، لأن ما كتشوف راسها هي يعني الفئة الهشة في هذا في هذا في هذا في هذه السياسة الضريبية. قبل الحديث عن حالة الغش والتملص، هو حالتين مختلفتين. أنا أود أن أعقب على النسبة، أن 2% الشركات كيأدوا 80% ديال الضرائب، وهي الضريبة على الشركات. عموم إجمالي الضريبة على الشركات في المغرب 2018 في حدود 42 مليار درهم، بحدود 5 مليار دولار. أن 10 12 15 الشركات الكبرى المغربية، اتصالات المغرب، مكتب الشريف، عدد الشركات الكبرى هما اللي كاينين هاد 12 14 شركات كبرى
هما اللي كيأديو هاد الضرائب. الا هاد النسبه ما كتختلفش على النسبه في كوريا. كوريا الا خدينا سامسونج الا خدينا بلا ما نسقطوا في الاشهار، لا لان ماشي الاشهار هادو ارقام متداوله، حنا الاقتصاديين متداوله. الا خدينا جوج شركات الكبريات، الشركات الكوريه وحده فيهم كتأدي دخل على الشركات في 12 المليار اورو. اذا هنا الاشكال ديال هاد النسبه، هنا كتسائل بنيه الاقتصاد الوطني، تنافسيه الاقتصاد الوطني. حنا بحاجه لشركات تنافسيه اللي كتخلق الثروه وعندها قوة تصديرية تنافسية، وبالتالي ولكن هذا لا يمنع بأن هناك تملص وهناك لا نهضروا على التملص. كاين تملص ضريبي وكاين غش ضريبي. الغش الضريبي شنو هو؟ هو أن ملي كتجي شركة كتصرح مثلا برقم معاملات، كنقولوا حنا شيفخ دافير، رقم المعاملات أقل من حقيقة اللي كاينة، وبالتالي الأرباح أقل، تجند طواقمها من المحاسبين بطبيعة الحال. يعني هذا الغش. التملص هو أن تملص في الحالة اللي كتكون الشركة كتبحث عن الثغرات في النظام الضريبي، هو هذه ماشي تجريم، تبحث عن الثغرات من أجل أن تؤدي ضرائب أقل. هو هاد الغش الضريبي وهاد التملص الضريبي هو ظاهرة عالمية، ولكن الحدة ديالها في البلدان السائرة في طريق النمو أكثر. حدة مرتفعة. هنا واحد الخزينة العامة ديال الدولة اللي كنقولوا احنا ايرادات ديال 240 مليار درهم اللي تكلمت عليها، ان اي غش واي تملص كيكون تاثير مباشر على ايرادات الدوله، وبالتالي هذه الايرادات كنوظفوها في النفقات. وحنا المغرب كيعيش واحد العديد من الاكراهات. اول العجز، الميزانيه ما يتجاوز 3% هذا العام 2018، حنا وصلنا ل 3.8%، والدوله خاصها توازن بين الايرادات وبين بين النفقات، وبالتالي هامش المناوره قليل، هامش المناوره قليل. كي يلزم على الدوله ان تجفف منابع ديال التملص وتوضع اجراءات الحد من الغش الضريبي باش ترفع من الايرادات. الدولة كتحاول ما امكن انها تحفز على الاداء الضريبي بدليل انها تقوم ببعض الإعفاءات، تحاول أن تفاوض يعني عدد من دافعي الضرائب على القيمة ديال الضريبة اللي المفروض أنه يدفعوها. هو في نهاية المطاف يعني حتى بنية الاقتصاد الوطني هو قطاع مهيكل وقطاع غير مهيكل، وفي القطاع المهيكل هناك نظام ضريبي كتخضع له الشركات والأشخاص الذاتيين اللي كيمسكوا المحاسبة. هناك أكثر مئات الآلاف من المقاولات والأشخاص الذاتيين اللي ما عندهمش محاسبة، وبالتالي كيخضعوا النظام الجزافي. كيصرح مثلا، نعطيك انا مثال، كيجي واحد الشخص كيمارس نشاط اقتصادي، بيع وشراء تجاري خدماتي صناعي، هو كيخضع النظام الجزافي، اقل مثلا 200,000 درهم كيصرح برقم المعاملات، وبالتالي الضريبه وفق الارباح، ضريبه بسيطه في حدود 20,000 درهم مثلا. ولاني ملي كنشوفوا المظاهر الخارجيه للثروه، عنده سياره فخمه، كيشتري شقه، هذه كنشوفوا بانه ودي كاين واحد التناقض، واحد عدم اتساق بين التصريح ديالو وبين الواقع ديالو، النشاط ديالو وبين النفقات ديالو. هاد الاشكال اللي تطرح حول هاد النظام الموحد للتعريفه الضريبيه، هو ان كبطاقه التعريف الوطنيه اي واحد كيزاول نشاط اقتصادي كيف ما كان، تجاره، بيع، شراء، خدمات، كيكون عنده واحد الماتريكول. هاد النظام جاء بفضل التشارك، الشراكه اللي كاينه بين جميع الادارات، الضرائب، الجمارك، جميع. اذا اي نشاط كيتم الرصد ديالو في هذا النظام المعلوماتي، ما بقاش ان في هذا النظام المعلوماتي اللي تعمم الاجراء ديالو صعبه. هادشي اللي بغيت نقول، يعني واش واجدين حنايا كسياق مغربي، واجدين اننا الاجراء لا صعب، صعب. لان عندنا نظام اقتصادي فيه واحد جزء من المهيكل وجزء من لا مهيكل، غير مهيكل، وفي ذاك النظام المهيكل فيه النظام الجزافي. غادي نواصل معك دكتوره اشمل، بغيت نرجع واحد الاضافه ايضا الى سمحتي لاله ايمان فيما يتعلق اللي طرح الاستاذ فيما يتعلق بالنسبه لهذا يعني هذا التباين بين التصريح وبين ما يمتلك حقيقه الاشياء الملزم او يعني الملزم بالضريبه. المواطن لما كيشوف يعني كتبان له هذا النوع من الانتقائيه، بمعنى ان فئه
هي ملزمة كما تقطع لها من المنبع يعني كتعطينا، وفي حين أن هنالك فئات غير مضربة غير يعني مدربة بالكل، بالتالي هذا كيدفعها أنه ما يكونش عندها الإيمان تجاه مؤسسات الدولة وأنها تمشي تأدي هذا يعني هذا الواجب ديالها تجاه هذا يعني الضريبة المواطنة. كاين ثم مسألة ثانية اللي مرتبطة بهذا النظام يعني اللي هو أساسي واللي كيجي ضمن سلسلة ديال المسلسل الإصلاح الضريبي اللي عرفته الدولة، هو مهم جدا هذا التراكم اللي عرفته على مستوى القوانين، ولكن الخلل فين كاين هنا؟ كاين على مستوى التجميع ديال هذه القوانين. وكاين النقطه الثانيه هو انه الفئه اللي هي الاكثر تمثيليه اللي كتمثل يعني الممثلين ديال هؤلاء ما كانوش مشاركين، لذلك كنشوفوا كيفاش وقعت عمليه الاحتجاجات في بعض المدن. وهنا كنبغي نستعن في اطار المقاربه التشاركيه بواحد المثل المغربي اللي كيقول لما كتشاركني في التقضيه كنغسل معاك الواني، بمعنى لو ان هذه القطاعات كانت مشتركه من الاساس كان يمكن لها تملك ايضا هذا المشروع اذا عرفت قيمته. تواصل اذا كان واحد تواصل بمعنى ان يعني دسترت ديال المشاركه او الديمقراطيه التشاركيه ما كانش التمثيل ديالها، لانه لو اننا استطعت الدوله بهذه المؤسسات وهذا اللفيف اللي وقع ديال المؤسسات ديال الدوله انها توحدت في واحد يعني واحد التعريفه جمركيه معينه او ضريبيه معينه، لو انها شركات هذا المواطن اللي يعني ما كانش كيتشملوا هذه المساله ديال الضريبه كان من الممكن انه يتملك هذا الامر. هذه المساله نعم. في ثواني لان باش ناخذ المساله ديال التصريح والتضريب المنبع راه مرتبطه ببنيه الاقتصاد الوطني. نعم. حنا دوله في طريق النمو، ماشي دوله صاعده وماشي دوله متقدمه، وليس هناك من دوله في طريق النمو. نعم. تعتمد نظام التصريح. نعم. فاصل قصير فاصل قصير نعود بعده مشاهدينا لاستكمال الحوار في عدد هذا المساء من أزمة حوار نخصصه للعلاقة بين المغاربة والضريبة، نلتقي بعد لحظات. أهلا بكم من جديد، سأواصل مع الدكتور فوزي بوخريس. خصصنا حيز مهم من الجزء الأول للحديث على الرقم ديال 80% من الضرائب على الشركات تؤديها 2% من الشركات. نعم. الرقم الثاني هو أن 75% من الضريبة على الدخل يؤديها الموظفون والأجراء من خلال الاقتطاع. نعم. من المنبع، والقيمة تصل إلى 38% من هذا الأجر. يعني هاد الأرقام حتى ينبغيو نتوقفوا عندها، وكيف أنها تهم الطبقة المتوسطة اللي هي يعني من بعد ملي تتمشي تقري ولادها كتقريهم في القطاع الخاص، ملي كتمشي تعالج كتمشي تعالج في المستشفيات ديال القطاع الخاص، ما هيش راضية على خدمات النقل، وبالتالي يعني كيخلق عندها هذاك الإحساس بالغبن وبأنها لا تستفيد من ضرائب تؤديها للدولة. نعم، وصحيح هذه المسألة، خصوصا وأن يعني نسبة الضرائب مقتطعة القياسية للأجر هو حسب يعني السلاليم وحسب الأجر، بحيث أن الآن يعني في المغرب أن تتراوح ما بين 22 و45%، يعني تصل أحيانا إلى 45%. والمؤكد ان بالنسبه يعني الاجراء وخاصه الطبقه الوسطى يعني هي حتى على مستوى الوعي الضريبي، يعني هي الطبقه التي الوعي. نعم، الوعي الضريبي بكون ان ما تؤديه من ضرائب هو مساهمه في الاقتصاد، في التنميه، في اعاده توزيع الثروه خاصه تجاه الفئات المهمشه والفقيره الى غير ذلك، وفي تمويل الخدمات الأساسية والبنية التحتية إلى غير ذلك. والمفارقة هي أن هذه الفئات بالفعل أنها عندما تدعم مثلا التعليم العمومي والصحة العمومية إلى غير ذلك، هذه الفئات يعني بالذات هي التي مثلا تدرس أبنائها في القطاع الخاص. والمفارقة هنا هو أن هذه الأموال التي يعني تدرس بها أبنائها في القطاع الخاص تخضع أيضا للضريبة على الأجر، وبالتالي هذه من الاشكالات الكبرى التي لاي اصلاح يعني ضريبي ان ياخذها بالاعتبار، خصوصا ان الان يعني في اطار يعني نقاش سائد حول الاصلاح الضريبي واللي هو في المغرب اليوم منذ سنوات، لدرجه اننا الان يعني شهدنا مناظرتين في 1999 و2013، وتم يعني بلورت عدد من التوصيات لا على مستوى يعني الضريبه على الشركات ولا على مستوى الضريبه على الاجور وعلى الدخل. فيما يتعلق بالضريبه على الدخل مثلا، من بين التوصيات الاساسيه التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار هو ان يعني الضريبه ينبغي ان تاخذ بعين الاعتبار قدرات
الأجراء، وخاصة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار تحملات الأجراء الأخرى، خاصة على مستوى التغطية الاجتماعية، على مستوى اليوم، على مستوى التقاعد، يعني اللي نسبة يعني الاقتطاع ارتفعت، وهناك اليوم في المغرب مطالب المتقاعدين على أساس ضروري أن يتم إعفاؤهم من الضريبة. من الضريبة، لماذا؟ لأنه يؤدي الضريبة أثناء العمل مرتين، يكون واحد نفس تضامني في أي تضامني. إصلاح ضريبي زائد، هذا هو المطلب. زائد أن هناك مطلب آخر أساسي، هو أنه ينبغي في اقتطاع الضريبة على الدخل ينبغي مراعاة ما يعيله الأجير من افراد، لان هناك اجراء بها الاجر أسر، نعم، اسر ممتده وكبيره الى غيره، ينبغي ان يكون هناك تناسب بين نسبه الاقتطاع وبين تحمل. ولكن واش هذه الحاله قابله للتحقق؟ بمعنى غنديروا ضرائب على حسب الاشخاص؟ واش هذه مساله على مستوى التطبيق واش هي ممكنه؟ مبدا العداله الضريبيه هو هذا، هو أنه ينبغي أن يساهم الجميع قدر يعني بشكل متساوي في نفقات يعني الدولة إلى غير أن يساهموا حسب قدراتهم، حسب قدراتهم، مع مراعاة تفاوت في هذه القدرات، أن بتفاوت القدرات المالية للأفراد ينبغي أيضا أن تتفاوت الاقتطاعات الضريبية. خدينا النظام الضريبي، تفضل خدينا النظام الضريبي ديال 2017، كان تم واحد الإجراء جديد، الضريبة التصاعدية على الشركات. قبل كان نفس السعر، نفس الضريبه على الشركات، جميع المقاولات كيف ما كان الارباح. دابا ولات مليون درهم، 5 على حسب يعني داروا خانات تلقى الشركات. وهناك ثلاثه انواع ديال التضريب في العالم كله، اما تضريب الارباح، تضريب العمل، تضريب الاستهلاك. هنا ما يسمى الضرائب المباشره والغير المباشره. تضريب الاستهلاك هو افضل بالنسبه للدوله لانه سهل تحصيله. تضريب العمل هو افضل شيء لان تضريب من المنبع، وهناك الاجراء المهني، الاجراء 78% ولا 75%، المهنيين 25%، هادو اللي تاروا هاد النقاش كله راه مهنيين، تجار صناعيين صغار هما اللي تجروا على 25%. واحد بطبيعه الحال كان هناك جدل ونقاش. والتضريب على الشركات، اذا هاد ثلاثه كاين هناك ما يسمى التضريب على الثروه، على الاصول. بغيت نرجع لنقاش التضريب على الثروه، لان هذا مطلب حتى هو يرفع، وهناك من يعتبره حجر الاساس في اي اصلاح ضريبي. غنرجع نفصل معك دكتوره وقيه، اشمل في كل النقاشات المرتبطه، يعني كل ما يقترب النقاشات او كل ما تقترب النقاشات حول القانون المالي او حول موازنه الدوله، الا والمواطن لا يركز الا على الضريبه او الضرائب المفروضه، واللي غتكون ضرائب يعني جديده في كل سنه ماليه يعني. وفي السنين الأخيرة كان هناك عدد من الضرائب الجديدة، تم رفع يعني الضريبة على رخصة السياقة، كذلك رسوم جوازات السفر، كذلك ضريبة البناء. هذه السنة كانت تحدثوا على ضريبة الكومبرومي دو فونت، الوعد ببيع. يعني في بعض التحليلات وفي بعض القراءات هناك من يعتبر كلما ضاقت السبل على الدولة في توفير موارد من أجل يعني المديونية مرتفعة ومرتفعة جدا، تلجأ إلى جيوب المواطنين من خلال ابتداع عدد من وهذا هو اللي كيشكل الأزمة، كيف ما قلت بأنه المواطن لما كيجبر نفسه أمام واحد المنظومة اللي كتسم بالانتقائية، خاصة كما أشرتي لدى الأجراء ولدى العمال، بمعنى أنه كيجبر نفسه هو يعني اللي كياخذ الحلقة الأضعف، والثقل ديال الضرائب كينزل عليه، في حين أنه باقي القطاعات ما كتقيسهاش هذه العملية ديال الضريبة، ناهيك على أن منظومة الحكامة والشفافية ما كيشوفهاش المواطن، بمعنى ما كنشوفوش كيفية استخلاص الضرائب، ما كنشوفوش يعني المخرجات ديالها، بمعنى كتكون الانبوت المدخلات كاينه ولكن المخرج ما كاينش، ما كيتلمسوش المواطن، ولذلك كتوقع هذه العمليه ديال التهرب من ناحيه، التملص خاصه التدمر يعني نعم. ثم كنشوفوا هذا الباقي استخلاصه يعني فيما يتعلق بالنسبه للجماعه الترابيه، ايضا كنلقاه نازل على بعض التجار الصغار، بحيث اننا كنلقاو يعني تاجر صغير كيمكن له يؤدي 13 ضريبه، كيؤدي الطراس وكيؤدي الباش، بمعنى واحد العداد المعقده من الضرائب اللي ملي كتجمعها، وكأن كما أشار الأستاذ فوزي بأن المواطن كيلقى نفسه أمام ازدواج ضريبي، بمعنى كيأدي من ناحية ومن ناحية ثانية، وهذا هو اللي كيعكسوا يعني هذا المد اللي غادي يجي فيما يتعلق بالنسبة للضريبة على ديال المتقاعدين، اللي يمكن غادي ربما يعني غادي يكشف على واحد الاحتقانات اللي يمكن أن يعرفها
المواطن. فبالتالي لما كيوقع هذا التباين عند المواطن بين المستوى ديال الاداء ومستوى ديال الاخذ، يعني بمعنى ما كايناش عداله ضريبيه امام لا توازن الاجتماعي، هنا كيطرح لنا مساله ديال كيفاش يمكن لينا نصرفوا هذه المساله ديال مساله الضريبه، كيف يمكن ان تعكس جميع الفئات وما يمكن ليهاش تقيس، لان الضريبه هي لا مفر منه كما اشار الاستاذ، كما يعني كما الموت، وخص المواطنين بمعنى يتمرنوا، يكون عندنا التمرين النفسي امام الاداء الواجب الوطني. ولكن ومنشوفوه بانه ليس فقط واحد الأداة مالية، بمعنى أداة مالية التي تنتزع من جيب المواطن وكتمشي، كيفاش يمكن لنا هذه الضريبة تمثل من أداة مالية إلى أنها تبان في مخرجات اجتماعية واقتصادية اللي كتحرك عجلات البلاد. هذا هو السؤال المطروح عند مؤسسات الدولة. نرجع لواحد المعطى حتى هو كيخلق إشكال حقيقي، عندما تقر الحكومة بعض مقتضيات إعفاء بعض القطاعات مثلا، يتحول هذا الإجراء إلى حق مكتسب، يعني هاد المرة عفاتك الدولة من أداء الضريبة وكتولي كتعتبرها بأنها حق مكتسب، وإلا الدولة يعني ما بقاتش عفاتك من أداء الضريبة فهي كتستعمل ضدك الشطط، وهذا ما يحول هاد الأداة ديال الإعفاءات الضريبية إلى يعني نوع من الامتياز لصالح بعض اللوبيات. دكتور، هذا وجه كذلك من أوجه يعني غياب العدالة الجبائية والاختلالات اللي كانت هاد الظاهرة ديال الإعفاءات الضريبية هي ظاهرة عالمية. علاش عندنا في المغرب قانون الإعفاءات الجبائية؟ واش عندنا قانون؟ ملي كنعفيو مثلا واحد القطاع، حنا ملي كنعفيو المستثمر الاجنبي مثلا ملي كيجي لمدينه طنجه كيستثمر في قطاع السيارات وكنعفيوه من الضرائب لمده 5 سنوات حتى 10 سنوات، حنا كنتوخاو ان هذا المستثمر غادي يجيب لنا العمله الصعبه وهذه يشغل وهذه يضر مداخيل وهذه تحرك الاداء الاقتصادي للمدينه. كاين عوائد، كاين عوائد. لا ماذا تعميمها؟ لا بلاتي. ومني كنشوفوا ان نعفيو واحد القطاع مثلا استراتيجي للمغرب هو الفلاحه، لان الى مشينا تضربنا الفلاحه نفتحوا الباب للمجهول. الفلاحه لان جميع القطاعات الفلاحيه في العالم، في الولايات المتحده كتدعم القطن 200 مليون دولار في العام، في اوروبا. واش حنا موفقين في الاعفاءات الجبائيه؟ لا هنا كاين اعفاءات للفئات اللي كتخدم واحد لاجوندا اقتصاديه اجتماعيه موفقه، وكاين اعفاءات هادو اللي كيستافدوا منها. لا كاين اعفاءات بدون وجه حق، كاينين كيستافدوا منها الناس والدوله تخضع. ماشي الدوله كتكون لنا، هذه عمليه سياسيه، لان البرلمان هو اللي كيعطي الاعفاءات. راه المشرع هو اللي كيحدد هذا اللي يتعفى وهذا اللي ما يتعفاش. التواصل حول هذا البرقاء الاقتصاديين علاش كيشتغلوا في الواجهه السياسيه؟ بطبيعه الحال لان عندهم مصالح ماديه اقتصاديه، كيشتغلوا من الواجهه ديال المؤسسات الشرعيه باش يستافدوا. في جميع دول العالم كاين هذه اللعبه السياسيه، اذا كانت نظيفه وكاين حكمه سياسيه بالتالي اذا كان شي اعفاء هذه يكون في خدمه المستقبل ديال البلاد. هو مساله الاعفاءات يعني كانت تطرح باستمرار مثلا في اطار النقاش حول الاصلاح الضريبي، واعتقد ان هي آلية مهمة. نعم دكتور، آلية مهمة من اجل توظيفها، توظيفها هو الاشكال. ولكن نعم الاعفاءات الضريبية ينبغي ان تكون مبررة ومنتجة على المستوى السوسيو اقتصادي معايير واضحة. ولكن الخوف هو ما دام ان المسألة يعني اعطاء اعفاءات هي من صلاحية المشرع الأمة البرلمان، الخوف هو ان احيانا بعض اللوبيات يعني يستفيد من طبيعة المؤسسة التشريعية عندنا ووضع تكوين يعني البرلماني إلى غير ذلك، ويكون ضد هذا المبرر وضد هذا المنتج إلى غير ذلك. أثيرت المسألة مثلا حول شركات المشروبات يعني الغازية مؤخرا، يعني حيث تم إعفائها في آخر لحظة بعد ما كانت يعني مدرجه ضمن القانون المالي تضريبها، يعني واثارت نقاش كبير. وفي هذه النقطه بالضبط يعني في اطار الملاحظه التي اشرت اليها استاذه، في كون ان بمناسبه كل قانون مالي الا وتثار اجراءات، نعم اجراءات جديده. لماذا؟ لان اليوم يعني المداخل الضريبيه اليوم هي اهم مورد موارد ميزانيه الدوله، يعني تصل الى 72%. ولكن المشكل الكبير جدا بالنسبه لنا كمغاربه هو ان مقابل هذه المساهمات المهمه جدا لدافع الضرائب لا تقابلها يعني خدمات.
والدليل على ذلك وخاصة على مستوى الترشيد دكتور. نعم. مرتبطة بضعف التمويل، بمعنى أنها ما تحصله من ضرائب ما هوش كافي باش يعطينا خدمات في المستوى. هو التقارير. الإشكال في يعني القيمة المحصلة من الضرائب، كاين أبواب أخرى المفروض أنها تدرب، ويعني تدرب بشكل اللي صحيح. هو 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 بغض النظر حتى على الجانب النظام الضريبي، المشكل الذي يطرح هو أن التقارير الوطنية والدولية وخطابات جلالة الملك كلها تبين بأن المشكل الكبير هو في تدبير هذه الأموال، هو في الترشيد، هو في الحكامة، قضايا الفساد، قضايا يعني كل الوضعية المجتمع المغربي اليوم. هذا الصراع المحتدم لآخر هذا الإضراب الذي قام به التجار وقبله، هو على ذكر التجار قبل قليل صرح وزير المالية بأن تاجرين من أصل ثلاثة لا يدفعون الضرائب. يعني فلماذا هذه الاحتجاجات؟ يعني خدت واحد وكأن غير سوء الفهم، غير عدم التركيز فيما تم الحديث بصدده، الغياب ديال الجانب التشاركي في طرح الأمور وفي تداولها. نعم، يعني الدولة تبدو في بعض السياق هي مرنة وتتفهم بأن كاين مشاكل في الاقتصاد وخاصة في القطاع غير المهيكل. نعم، هو التجار بطبيعة الحال يعني أثاروا مشكل يعني الإصلاح الضريبي، ولكن قبلهم ينبغي أن نعلم بأنهم قبلهم كان الأجراء والمتقاعدين وأرباب المقاولات والشركات. يعني نقاش حول الضريبة ليس فقط نقاش يعني من وحي أزمة يعني أزمة العلاقة بين التجار وإدارة الضرائب، واللي هي جزء كبير منها يعني غياب التواصل، غياب البيداغوجيا. غياب التواصل قالها وزير المالية، يعني كاين هناك نعم وغياب الوعي اليوم البيداغوجيا. ولكن هذا الاحتقان الآن الاجتماعي هو ينم على أن هناك ثقل ضريبي، هناك عبء ضريبي مقابل يعني أوضاع اجتماعية ومالية لدى الأجراء ولدى حتى الوحدات الإنتاجية صعبة جدا، وبالتالي تؤدي إلى سأعود إليك دكتورة. أطرح سؤال بشكل مباشر عليك دكتور الزناتي، لماذا لا ندرب الثروة؟ في كل النقاشات المرتبطة بإصلاح ضريبي مرتقب هناك من يعتبر بأن حجر الأساس هو تضريب الثروة في المغرب لأجل نقاش مجتمعي على تضريب الثروة، لان عاده النظام الضريبي كتخضع له كما شرطنا ضريبه على الدخل او العمل او الاستهلاك، اما على الفروع ماشي على الاصول. لان ملي كنضربوا الاصول كنرهنوا المستقبل ديال البلاد، ملي كنضربوا راس مال كنرهنوا راس مال هو اللي كنستثمروه دابا باش العوائد ديالو نتحصلوها في 2025. ملي راس المال جبان، ملي نمشيو تنضربوا الثروه في 2019 عرف الاستثمارات 2020 2022 هذه تكون اقل، والعوائد في 2030 تكون اقل، وهذا رهن الاقتصاد البلد. هل هذا النقاش كاين فرنسا مثير؟ هذا الشيء اللي بغيت نقول، يعني هذا الراي ديالك دكتور، يعني هناك من يختلف معك وهناك من يعتبر بان هذا مدخل اساسي. انا ملي كنوصل الافق المسدود كنتكلموا على تضريب الثروه في الولايات المتحده. لا اليوم لا الافق المسدود في النقاش المجتمعي على البلاد، حنا كنشوفوا على المستقبل ديال البلاد، راه ماشي سهله. وتجي ماكرون في الولايات في فرنسا استعصى عليه يضرب الثروه، لان ماشي سهله في عالم مفتوح في العولمه ان منشاه رجل الاعمال ممكن انه يرحل الخدمه ديالو، يرحل المنشاه ديالو لدوله اخرى. هارونو كتشتغل في فرنسا كتمشي لبلجيكا، منشاه في الولايات المتحده كتمشي للمكسيك تمشي للصين، وبالتالي هذا راس المال الا تم التدريب ديالو في مجال معين في دوله معينه، هذه صاحب راس مال هذه ينقلوا لمجال اخر في ظل هذه العولمه المفتوحه. دعاة هذا الطرح باي منطق ينافحون عنه؟ دعاة تدريب الثروه طوب بطريق ان هناك يعني ما كاينش نماذج ناجحه، فكان يعني كانوا نماذج ناجحه ضريبيه مهمه، نماذج ناجحه اذا تفتح لها نقاش مجتمعي واسع وتواصل واسع. اما اذا كان هناك اجراء مالي مفروض مثلا في 2020 وجيو نتحدثوا على تضريب الثروه، هذه يكون عندي انعكاس سلبي على الواقع الاقتصادي الاني وعلى مستقبل البلاد. انا هذا وجهه النظر ديالي تضريب الثروة بالنسبة لك يعني ككلفة. لا احنا خاصنا شنو هو؟ نوسعوا الوعاء الضريبي، نحسنوا الأداء الاقتصادي، نشتغلوا على النشاط الاقتصادي. كاين تكلمتي على ألمانيا، كاين مثلا إلا خديتي الولايات المتحدة غافام جوجل مايكروسوفت نجوم الصين الخدمات الأمريكية كيأدي الرقم المعاملات ديالهم 3500 تريليون دولار
كيأدوا ملايير الدولارات ديال الدولة الأمريكية، بها كتمول العمليات الحربية، بها كتمول. إلا خديتي خذ الولايات المتحدة، الميزانية ديال البنتاغون في 2019 720 مليار دولار. شنو هي 720 مليار؟ هي الميزانية ديال نصف إفريقيا كلها، ميزانية ديال الدولة، هذه ميزانية ديال وزارة الدفاع الأمريكية، وبالتالي حنا كنشتغلوا على تحسين الأداء الاقتصادي، تحسين الحكمة الاقتصادية، رفع من النشاط الاقتصادي، مؤسسات تنافسية، جهوزية تنافسية، رفع من الرقابة، وبالتالي هذه يكون عوائد في شكل دكتور زناتي توسيع الوعاء. هنا كاين ضغط ضريبي في المغرب، لأن واحد لافير، واحد المستشار كان مستشار ديال ريغان وبري نوبل ديال الإيكونومي ديال الاقتصاد، قال لك أودي مني كان الضغط الضريبي كيولد ضرائب أقل كإيرادات وتهرب ضريبي غير تملص ضريبي، هو كيشتغل كيقول لك أودي نحفزوا الناس على أن يشتغلوا ينشطوا واحد الفضاء ملائم للنشاط الاقتصادي، وكل ما واحد نتج مليون درهم هذه يخلص عليها، هذه ينتج 10 المليون درهم هذه يخلص عليها. حنا ايرادات الشركات المغرب كلهم كيخلصوا 5 المليار دولار، حنا غادي نفكروا كيفاش نرفعوا الجهد غير 2% منهم اللي كيخلصوا. لا انا كنقول الشركات كلهم المغرب كيخلصوا 5 المليار دولار بمجمل 42 مليار درهم، وبالتالي الا كانوا عندنا 3 ولا 4 الشركات كبار بحال دايهو بحال عدد من الشركات، لا انا تسميات لان هادو شركات مقاولات كتكون حاله دراسه بالنسبه لنا معروفين. اذا كانوا عندنا واحد 6 ولا 7 من هاد الشركات تنافسيه في العالم، هذه ضعف الضريبه على الشركات في عوض 5 مليار دولار، هذه تولي لنا 20 مليار دولار، 10 مليار دولار، والدوله هذه تكون عندها ايرادات باش تنفق على التعليم، تنفق على الصحه. الا كانوا عندنا مثلا 7000 طبيب هذه يوليو 10000، كانوا عندنا مثلا شريطه الحكامه وشريطه كذلك حسن التدبير. دكتوره رقيه اشمل، نحن بصدد انهاء هذا العدد، تحدثتي على ضروره رفع يعني الوعي الضريبي وكذلك تكوينات وربما قنوات التنشئه الاجتماعيه كلها تنخرط من اجل تحسين العلاقه بين هذا المفهوم وبين عموم المغاربه، ولكن المساله مرتبطه بالاثر على الارض، يعني لما كانش اصلاح ضريبي واذا ما كانش خدمات في المستوى التي يتطلع اليها المغاربه، قد هذا الكلام قد لا يعني يبقى في الهواء، قد يبقى في الهواء معلقا. اعتقد ان هذا النقاش اليوم حول الاصلاح الضريبي هو مرتبط اساسا بمعنى بواحد النقاش اللي كيعرفوا المغرب، وحنا اليوم كنصوغوا ما يمكن ان نسميه بمسوده النموذج التنموي. اليوم ما يمكن ليناش نكونوا كنتكلموا على واحد النموذج تنموي الا ما اجتهدناش في يعني رسم الملامح ديال المرتكزات ديال هذا الاصلاح الضريبي. وبغيت نرجع لواحد النقطه اساسيه هي المرتبطه بهذه الاعفاءات الضريبيه، بمعنى ان نمشيو في هذا الاتجاه ديال تشجيع الاستثمارات، تشجيع الاستثمارات وتشجيع ديال الاعفاء الضريبي، ولكن على اساس انه يكون عباره على مساعدات مباشره مرتبط بمعايير معينه اللي كتحف يعني كتضبطها دفاتر تحملات. ايضا اليوم حنا على يعني 6 سنوات او 7 سنوات من الدستور فين كتبان التمثلات الجهويه في هذا الشيء، بمعنى مع عداله يعني كتقيس ضريبيه كتقيس جميع الفئات، ولكن ايضا كيفاش يمكن ليها تكون كتقيس ايضا العداله المجاليه، بمعنى ان لان انتاج الثروه في واحد الجهه معينه ما هيش نفس انتاج الثروه في جهه في جهتين اخرى. ثم مساله العداله ديال الثروه اليوم اللي منشوده اليوم امام المغاربه كيفاش يمكن لها ان تنعكس في هذه المرتكزات ديال الضريبه، لانه كيف ما قلت ان النقاش اليوم ما هوش نقاش تقني فقط، هو نقاش سياسي تيخصو فعلا واحد المناظره أخرى مرتبطة بإصلاح ديال العدالة الجبائية. كيف يمكن أن يقدم المغاربة عدالة العدالة؟ حنا في المباشر والمباشر عنده إكراهات، وتفضل دكتور. فقط بسرعة إلى مسألة العلاقة بين الضريبة والثروة، لأن لا ننسى بأن الغايات الكبرى والنبيلة الضريبة يعني كواجب مواطني هو إعادة توزيع الثروة بين فئات المجتمع حتى لا تظل يعني حكر على فئات وأقلية داخل المجتمع، مع بطبيعة الحال تنمية المجتمع، رفع من الخدمات إلى غير ذلك. وبالتالي فأعتقد أن يمكن أن لا نقول تضريب الثروة، ولكن مع يعني خواص، مع مقاولات مواطنة يعني تصرح بمداخلها، تؤدي ضرائبها كحس يعني مدني ضريبي إلى غير ذلك، مع يعني تضريب وزيادة في الضرائب على الاستثمارات الغير المنتجة والغير الإنتاجية، مثل العقارات المتروكة بدون بناء ومن أجل المضاربة إلى غير ذلك، وإنشاء ضريبة على الثروة بالمعنى التضامني
لينا مع الأسف الأقوياء والأغنياء لا يؤدون الضريبة. الذي يؤدي الضريبة اليوم هم البسطاء، هم المهمشين، الأجراء إلى ذلك. وينبغي لهذا الأمر أن وأعتقد أن أيضا من المداخل هو تبسيط المساطير. أدرك هذا الوقت. شكرا لك دكتور فوزي بوخريس. شكرا لك دكتور رقيش. شكرا. الشكر موصول للدكتور الزناتي. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة وعلى الوفاء لهذه الحصة. ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس القناة ميديان تي في، في بث مباشر للعدد المقبل من أزمة حوار. في أمان الله.